مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة شمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله. بسم الله، اليوم غادي نحضر معكم الورقة ديال الفيلو. بسم الله، عندي بيضة غادي نزيد عليها معلقة ديال سنيدة، وحدة فاني، وقريصة ديال الملحة، وغادي نخلطهم. وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الماء، واحد ياغورت طبيعي مسوس، وعندي نص كيلو ديال الدقيق، دقيق فورس رطب، وكنخلط مزيان. غادي نخوي نص كيلو ديال الدقيق كامل، غادي نضيف له معلقه ديال الزبده، راني ما صورتهاش، معلقه كبيره، وغادي نزيد له معلقه كبيره ديال الحليب بودره، حليب نيدو، وغادي نعجنها. غادي نعجنها مزيان حتى كتخلط ليا الطحين، ما كيبقاش كيبان نهائيا، كتولي العجينه ملسه. صافي، غادي نغطيها نخليها ترتاح شويه، وغادي نرجع ليها. غادي ناخذها غادي نقسمها كويرات صغار، انا غادي نقسمها على 10 ديال الوحدات. يكونوا كاملين مقادين بحال هذا الشكل هذا، انتم كتشوفوا. غادي نخليها عاوتاني ترتاح شويه، وعندي هنايا النشا مخلط مع الدقيق فورس، وغادي نسرحها بحال هكذا. غادي نحطها مصاب الثانيه نفس الطريقه، تنكملهم كاملين مع دائما كنرش دائما الدقيق، ما بين الوحده والوحده كندير الدقيق بزاف باش ما كتلصقش. صافي، انا ساليتهم كاملين، غادي نقسمهم على جوج. غادي ناخذ خمسه نديرهم بوحدهم وخمسه بوحدهم، عاوتاني كنسرحهم شويه، وغادي نبقى هكذا حتى نسالي عاوتاني نساليهم كاملين. دابا غادي نقسمهم على جوج، غادي ندير خمسة بوحدهم وخمسة بوحدهم. غادي ندير الطحين ما بيناتهم، ما بين الوحدة والوحدة كندير الطحين، كيكون الطحين زايد ماشي غير شوية. كنقدم جبنة بحال هاد الشكل هذا، وكنورق عليهم بالدلاك باش ما كتبقاش تهرب ليا وحده على وحده. صافي، وكنسرحهم. وغادي نحلها بحال هكذا بالدلاك، وغادي نرش الطحين، وغادي نزيد الثانيه عاوتاني حتى هي كذلك بحال هكذا، نرش الطحين وندلك،
كنبقى حتى كنساليهم كاملين بخمسة. كنسرحو حتى كردوها رقيقة. وانتما كتشوفو الورقة ديالها كي جات راه كتجي زوينة بزاف. وهذه الثانيه الخمسه الثانيين درت لهم بحال الخمسه الثانيين درت لهم بحال هذا الشكل هذا، سرحتهم مستطيل وقطعت لهم الجناب نفس الطريقه اللي درت في الاول هانتوما كتشوفوا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى على الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف على المشاهده، والى اللقاء لوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله.